مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الأقلام، حيث نستعرض وإياكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية من مقالات، والبداية بعد الفاصل. نستعرض مقالا مهما من صحيفة طريق الشعب بقلم محمد عبد الرحمن، ويسلط الضوء فيه على استمرار محاولات خنق الحريات وتقليص هامش الديمقراطية في العراق. يذكر الكاتب أن السلطات لجأت إلى الترهيب والقمع لإسكات الأصوات المعارضة، خاصة خلال الانتفاضات الكبرى التي شهدتها الفترة ما بين 2011 وحتى 2019، حيث قتل مئات الأبرياء الذين طالبوا فقط بوطن يسوده العدل والكرامة. يشير الكاتب أيضا إلى استمرار القمع بأشكال متعددة، بما في ذلك إجبار الناشطين في وزارة التربية على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في الاحتجاجات. ويعقب الكاتب على أن هذه الممارسات تعكس استنساخا لأساليب أنظمة قمعية سابقة، مؤكدا على أن هذه التدابير تصادر حرية الرأي والتعبير وتحاول التغطية على الفشل الإداري وحماية المسؤولين. استنساخا لتجارب أنظمة قمعية سابقة ابتلى بها العراق وشعبه، جرى ويجري التركيز على منظومة التربية والتعليم وعلى العاملين فيها، وليس في هذا أيضا افتراء على أحد، فالبراهين حدث ولا حرج، وآخرها الكتاب الصادر عن وزارة التربية والمعمم من مديرياتها في المحافظات، والذي يقدم الدليل القاطع على ما نقول. هذا الكتاب الصادر عن الدائرة القانونية في الوزارة يلزم العاملين في القطاع عدم النشر في مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تهجم وانتقاد إلى شخصيات سياسية كونها ظاهرة غير أخلاقية وحضارية، وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظف المخالف حال ثبوت قيامه بالنشر والتشهير، وإلزام جميع الكوادر التربوية والتدريسية بالتوقيع على تعهد خطي بعدم نشر مثل تلك الأمور غير التربوية. هذا أيضا ما تضمنته استمارة التعهد الشخصي الذي ابتدعته بعض المديريات. من المؤكد أن مثل هذه الممارسات وما سبقها في مجالات عدة يشكل مصادرة لحرية الرأي والتعبير ولحرية الضمير والعقيدة والفكر والاجتهاد. إنها مساع محمومة للتغطية على النواقص الفاحشة وحماية المسؤول عنها ومن يقف وراءها، ولإسكات أي صوت وقمع أي موقف يدعو إلى الإصلاح والتغيير وفتح آفاق جديدة يستحقها شعبنا ووطننا. المقال الثاني لعلي حسين في صحيفة المدى، ويتحدث فيه عن غياب الشعور الوطني في العراق، وينتقد كذلك البرلمانيين الذين لا يرون ضرورة لوجود عيد وطني في العراق، مشيرا إلى التركيز على الهويات الفرعية مثل الطائفة والعشيرة بدلا من الهوية الوطنية الجامعة. يلفت الكاتب الانتباه إلى الواقع السياسي المعقد، حيث يبدو أن الدولة لا تريد تعزيز مفهوم المواطنة والانتماء للوطن، بل تفضل أن تترك المجال مفتوحا لتأثير القوى الخارجية والفساد المحلي. يعبر حسين عن خيبة أمله في النخبة الحاكمة التي تستغل السلطة لمصالحها الخاصة بدلا من تحقيق تقدم حقيقي نحو دولة مدنية تحترم فيها حقوق وكرامة المواطنين. في كل مناسبة تتحدث الدولة وبرلمانها العزيز عن عراق الحضارات الذي علم العالم الكتابة والقانون، وأخبرنا ذات يوم وزير النقل الأسبق كاظم الحمامي بأن المركبات الفضائية انطلقت من هذه البلاد قبل 5000 سنة، إلا أن هذه الدولة أيها السادة تصر في كل مشاريعها على إفراغ العراق من أعياده الوطنية وتسليمه إلى منظومة الفشل التي تحاصر المواطن منذ سنوات، وتقديمه أيضا على طبق إلى حيتان الفساد. هل نحن دولة تسعى لمنح المواطنة دورها الحقيقي في تنمية قدرات المواطن؟
إذا عرفنا أن البعض يلتجئ إلى الجارة إيران لحل مشاكله، والبعض الآخر لا يتفق على كرسي رئاسة البرلمان دون أن يستشير السيد أردوغان. تخيل جنابك أن الكثير من مسؤولين الأكارم لا يزالون يحتفظون بجنسية البلدان التي لا تزال عوائلهم تعيش فيها، وفي الوقت نفسه يتمتعون بالامتيازات التي يمنحها لهم العراق الذي استكثروا عليه يوما وطنيا. مصطفى البرغوثي يعالج في مقالته انهيار الأسطورة الإسرائيلية وتبخر الأوهام. نشرت في العربية الجديد يعالج فيها أحداث 7 أكتوبر وطوفان الأقصى، مشيرا إلى أنها استجابة لسلسلة من التطورات السابقة التي عززت النهج الإسرائيلي القائم على التطرف والاستيطان والجهود الفاشلة للتطبيع مع الدول العربية كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، موضحا الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي والتأييد العالمي المتزايد للفلسطينيين. يقدم البرغوثي وجهة نظر تفاؤلية حول الانتقادات الدولية المتزايدة لإسرائيل والدعوات لمحاسبتها قانونيا على جرائم الحرب. لعل أكثر ما آلم الحركة الصهيونية ووترها انهيار الأسطورة التي صنعتها لنفسها بأنها جبارة كلية القدرة وذات مناعة عصية على الكسر منذ حرب حزيران 1967، أو ما سمته انسجاما مع الرواية التوراتية حرب الأيام الستة، عندما هزمت في أقل من 4 أيام 3 جيوش عربية واحتلت مساحات من الأراضي تزيد على ضعفي مساحتها، وقدمت إلى العالم الغربي الاستعماري نموذج داود الصغير الماهر في مواجهة جوليات الجبار والفاشل. هذه المرة وفي يوم طوفان الأقصى كانت إسرائيل هي جوليات المكسور في مواجهة داود الفلسطيني، لكن تلك الأسطورة لم تكن الوحيدة التي انهارت في غضون الأشهر الماضية، بل انهارت أيضا صورة إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق البدائي المتخلف، وعقدة أخلاقية الجيش الإسرائيلي التي تبدو مواصلة نتنياهو التبجح بها مدعاة للسخرية وهو يتلوها، وجيشه يقتل ما لا يقل عن 17,000 طفل و10,000 امرأة فلسطينية بوحشية جنوده وأسلحته الأمريكية. إلى مقال جديد للكاتب غازي دحمان، ويناقش في مقاله بعربي 21 يناقش طبعا تأثير غياب الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الدولة، ويقول إن رحيلهما لن يؤثر بشكل كبير على استراتيجية إيران الداخلية، ويقول إنه نظرا لأن هذه الاستراتيجية تديرها الدولة العميقة بقيادة علي خامنئي والحرس الثوري. ومع ذلك يشير دحمان إلى أن الطريقة في إدارة هذه الاستراتيجية وأساليب تنفيذها قد تتأثر برحيلهما، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الخارجية مع دول المنطقة. يلفت الكاتب النظر إلى أن هذه التغييرات تأتي في وقت تواجه فيه إيران تحديات استراتيجية جديدة ومحاولات لاختراق نفوذها في العراق وسوريا، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع الاضطرابات الداخلية المحتملة وترتيب البيت الداخلي. حتى على المستوى الداخلي، فإن موت رئيسي وعبد اللهيان بهذه الطريقة سيزيد من أزمة شرعية نظام الحكم في إيران، وستترسخ الصورة النمطية لدى شرائح إيرانية واسعة عن ضعف الفعالية والأداء للدولة التي تدعي أنها من أهم مراكز التأثير في الشرق الأوسط من خلال ما وصلت إليه من تقدم تكنولوجي وقوة عسكرية. أثبتت الأحداث الأخيرة أنها بلا فعالية ولا توازي ما يتم إنفاقه على هذه القطاعات على حساب معاش الإيرانيين ورفاههم. وكما يقول المثل في بلادنا، ما زال الجرح حارا، وبالتالي قد يكون من المبكر الحديث عن تداعيات غياب رئيسي وعبد اللهيان على دور إيران ونفوذها في المنطقة. فإيران يهمها الآن وبالدرجة الأولى ترتيب البيت الداخلي وإدارة صراعات التيارات المختلفة في الوصول إلى كرسي الرئاسة،
فضلا عن مخاوف من عودة الاضطرابات الداخلية، وبالتالي قد يتم تجميد ملفات السياسة الخارجية، وهذا التجميد قد يؤثر بالفعل على دور إيران في لحظة مفصلية. الآن إلى تقرير نشرته صحيفة إندبندنت يسلط الضوء على التحذيرات الموجهة إلى الأحزاب السياسية في بريطانيا لتجنب استهداف المسلمين خلال الحملات الانتخابية للانتخابات العامة المقررة في يوليو المقبل. تأتي هذه التحذيرات في ظل التوترات الناجمة عن الحرب على غزة والهجمات التي تستهدف المساجد الخاصة بالمسلمين في بريطانيا. المجلس الإسلامي البريطاني، وهو أكبر مؤسسة للمسلمين في بريطانيا، دعا قادة الأحزاب إلى الحفاظ على حملات انتخابية تتسم بالأمل وتتجنب استخدام المسلمين ككبش فداء لكسب الأصوات الانتخابية. تأتي هذه الدعوات في سياق ازدياد الخطاب المعادي للمسلمين والأحداث المتعلقة بزيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد. نتابع وإياكم المزيد من هذا المقال. مع بداية الحملات الانتخابية العامة، بشكل جدي ندعو الساسة والإعلام إلى مقاومة إغراء استخدام المسلمين ككيس ملاكمة وتسجيل نقاط سياسية رخيصة، وأفعال كهذه تستحق الشجب ويجب رفضها من أجل تعزيز مناخ تحترم فيه كل المجتمعات. ووجد استطلاع نظمه مركز هوب نت هيت أن 58% من أعضاء حزب المحافظين تعتقد أن الإسلام يشكل تهديداً على المجتمع البريطاني، في وقت تراجع فيه دعم حزب العمال في أوساط المسلمين، وبسبب موقف زعيم حزب العمال كير ستارمر من الحرب في غزة. وفي أثناء الانتخابات العامة في عام 2019، اتهم المجلس الإسلامي البريطاني حزب المحافظين بأن لديه نقطة عمياء عندما يتعلق الأمر بكراهية الإسلام، حيث وصف رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون المسلمات المحجبات بأنهن صندوق بريد، ما أدى إلى زيادة بنسبة 375% في جرائم الإسلاموفوبيا. وكشف تحقيق صادم في عام 2021 أن المشاعر المعادية للمسلمين لا تزال مشكلة في داخل حزب المحافظين، في وقت أشارت فيه تقارير عن تعامل الإعلام البريطاني مع المسلمين بأنه سلبي للغاية. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. الآن نستعرض إياكم مجموعة من الصور، من خلالها نتعرف على حكاية منزل هارون الرشيد بالقدس قبل نحو 100 عام،
شهد الفلسطيني حنا بشارات منزلا جميلا بحي الطالبية في قلب مدينة القدس سماه فيلا هارون الرشيد نسبة لخامس الخلفاء العباسيين في الفترة ما بين 148 هجري و 193، لكن فرحته به لم تدم طويلا وانتهى الأمر بصاحب المنزل وأحفاده وأبنائه إلى الشتات. أما المنزل فاستوطنه الغرباء وما زالوا حتى اليوم يستوطنونه. وتعرض الجزيرة نت بالصور على موقعها حكاية المنزل وأبرز الشخصيات الإسرائيلية التي استوطنته بعهد تهجير أصحابه. وفق الباحث المقدسي طارق البكري صاحب مبادرة التوثيق البصري لفلسطين، فإن أبناء وأحفاد صاحب المنزل حاولوا زيارته في أكثر من مناسبة حاملين صور المنزل القديم. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم. دائما وأبدا ظلوا في أمان الله. إلى اللقاء.